بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأهداف هناك أهداف ذكية، يعني تحديد الأهداف بالطريقة الذكية. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ نعم، يجب أن يكون هناك طريقة ذكية في مجال تحديد الأهداف. أولا، أهداف محددة وهي لكي تتمكن من تحقيق الهدف يجب أن يتضح لديك كل ما تريده بالضبط، وأيضا أن تكون الأهداف قابلة للقياس. كي تبقى على المسار الصحي لابد أن تكون قادرا على متابعة التقدم الذي تحرره تجاه هدفك. وأيضا يعني أن تكون قابلة للتحقيق وهي القدرة على وضع الأهداف الواقعية تساعدنا في تحقيق النمو والأمن والتطور المستمر في حياتنا. وأن تكون الأهداف ذات صلة برسالتك. وافق بين أهدافك وأدوارك في الحياة. اختر أهدافا تتلائم معك كأب، أم، زوجة، مدرب، صديق، إلى آخره. والأخير، أن تكون الأهداف تنتهي بوقت محدد. حدد موعدا نهائيا لإنجاز الأهداف، أسبوعيا، شهريا، فصليا، نصف سنوي أو سنويا، وهكذا أن تكون لديك أهداف وتحددها بالطريقة الذكية. هذا، وشكرا لكم.